بسم الآب والابن والروح القدس الآن واحد آمين. أنا بيشرفني ويسعدني إن أنا أقدم لكم برنامج تراثنا وإيماننا الحي. التراث بيتكلم، بيتحدث بإيماننا، بعقيدتنا، بتقليدنا، بتاريخنا. مصر لها دور كبير ريادي في قيادة وريادة الفن المسيحي، وأيضا لها دور مؤثر وكبير جدا في التاريخ المسيحي ككل. إيماننا كان رواده من أعظم الرواد اللاهوتيين على مستوى العالم. الفن والتراث المسيحي بدأ يشتعل ما بعد الاعتراف بالمسيحية سنة 311 ميلادية على يد الامبراطور قسطنطين، لأن كان في حجر كبير قوي على التراث ان هو يظهر في عصور الاضطهاد. يشرفني ان انا اقدم لكم تراثنا المسيحي من خلال المناسبات، سواء الكنسية او الاحتفالية المختلفة اللي بتمر بها كنيستنا على مدار العام. أشكر كثيرا جدا قناة الطريق اللي هي بتأخذ مكان متميز في داخل الإعلام القبطي وفي داخل الإعلام المصري عامة والشرق الأوسط. شكرا جزيلا لتعبهم، شكرا لمحبتهم. يلا تعالوا نسمع مع بعض هذا البرنامج، وطولوا بالكم معايا شوية لأن ممكن نلاقي مصطلحات ونلاقي أفكار عجيبة يمكن أول مرة تسمعوا عنها أو أول مرة تشوفوا الصور ديت بعين أخرى وبأذن أخرى. شكرا جزيلا لكم.